أحييكم من تونس متابعينا الكرام. الإمارات تعلن رصد أول إصابة بجدري القردة بعد اكتشاف حالات في عدد من الدول، وفي النشرة توضيحات حول هذا المرض النادر. التقرير الوطني حول وضع الطفولة يكشف إخلالات عدة أبرزها الانقطاع المبكر عن الدراسة وتخلف عدد من الأطفال عن المرحلة التحضيرية. في اليوم الثاني من مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن تلتقي عددا من مسؤولي الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. السلام عليكم. أكدت وزارة الصحة الإماراتية اكتشاف أول إصابة بمرض جدري القردة، ويأتي هذا وسط تصاعد المخاطر والحيطة في العالم مما قد يسببه هذا المرض منذ ظهوره في 7 مايو الجاري. حالة من الترقب الممزوج بالقلق تسيطر على جميع دول العالم خشية انتشار مرض جدري القردة. حالة القلق هذه يدعمها رصد حالات إصابة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والإمارات، في مؤشر على انتشار المرض خارج دول إفريقيا موطن النشأة. ففي الإمارات قالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة الصحة أعلنت اليوم رصد أول إصابة بالمرض على أراضي الدولة لسيدة من غرب إفريقيا. يأتي هذا القلق رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على تحور الفيروس، وتأكيد وكالة الصحة الأوروبية أن خطر انتشار جدري القردة على نطاق واسع منخفض للغاية. مديرة وكالة الصحة الأوروبية أوضحت أن معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض خفيفة. وعن هوية هذا الفيروس قال مسؤول صحي أمريكي إن أعراض الفيروس تتمثل أساسا في ارتفاع درجة حرارة الجسم وألام في الظهر وطفح جلدي مميز، ويرتبط هذا المرض بالجدري لكنه عادة ما يكون أخف في الأعراض، خاصة سلالة غرب إفريقيا التي تم رصدها في الولايات المتحدة حسب المسؤول الأمريكي الذي أكد أن معدل الوفيات التي يمكن أن ينجر عن هذا الوباء لا يتجاوز 1%. وتحث شركات الأدوية والمختبرات الطبية الخطى لاكتشاف لقاحات محتملة ضد هذا الفيروس. فشركة مودرنا على سبيل المثال تجري اختبارا للقاح محتمل للوقاية من هذا المرض، وهو في مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية. وفي السياق ذاته وأمام ما يعرفه العالم من تنامي المخاطر بشأن انتشار هذا المرض، استضفنا في نشرة سابقة المدير العام للصحة عبد الرزاق بوزويتا لمزيد فهم هذا المرض ونوعه ومخاطره وأساليب التوقي منه. نحب نطمن التوانسة اللي راهو المرض هذا جدري القردة مرض ماهوش مخطر. الفيروس نعرفوه من قبل، مش حاجة جديدة، مش اكتشاف جديد. هذا يخلينا نخدموا مرتاحين اكثر من العادي. نعم. إذن نحكيو على حاجه مش موجوده برشا، صحيح فما احتياطات، واليوم منظمه الصحه العالميه اول حاجه تاكد عليها وان نطمنوا الناس ونقولوا لهم راه ماهوش مرض مخطر، ماهمش حاجات تخوف، ما فماش حاجات باش يقلقوا الانسان في صحته. كي نحكيو على جدري القرده نبدلوا النوع، معناها نبسطوا الامور ونقولوا راهو مرضى ما تخوفش. حتى العدوى نتاعو لم يتطور الى وباء، هو مرض في حد هو مرض حتى العدوى نتاعو راهي ما تصير الا مع واحد مريض عنده الاعراض اللي في الجلد نتاعو، ولازم واحد يمسهم يكون كلمه هذاك اللي يهبط. معناها وقي هو اهم حاجه توسع عليه منظمه عمل الصحه، وحنا اليوم حتى في اجتماع في الوزاره كي تلمينا الهياكل الكل انه الوقايه هي اللي تعلمناها غسيل اليدين، معناها الوقايه من الاوساخ، التباعد جسدي لا بصفه، خاطر هو ما يتعداش بطريقه الا ما يكون فما واحد باش يمس الجلد نتاع العبد. اما هي معناها خاصه نظافه الايدي وغسل اليدين، وذوكم الحاجات اللي تعلمناهم. نعم. مع الكوفيد سجل هذه الايام ارتفاع في درجه الحراره، وقد اكد المعهد الوطني للرصد الجوي تجاوزها المعدلات العاديه، وتوقع انخفاضها بدايه من يوم الخميس المقبل. وبالتوازي مع ذلك نبه أخصائيو الأمراض الجلدية إلى ضرورة التوقي من أشعة الشمس لتفادي مخاطرها. ارتفاع كبير في درجة الحرارة ربما فاقت المعدلات العادية، والانتقال الفجئي من درجة حرارة منخفضة إلى مرتفعة دفعت البعض إلى محاولة الهروب من لفحات الشمس الحارقة. من البرد معناها تنقلنا في شهر ماي للسخانة كبيرة اللي هو مش وقته معناها. السنة ما ريناش ربيع، الله أعلم.
فهمني ديريكت من البرد ديريكت طلعنا للنص وللسويره وهذا، وذاك حتى فما عبيد مرضت من حكايه هذايا. المعهد الوطني للرصد الجوي أكد تجاوز درجة الحرارة خلال هذه الفترة للمعدلات العادية نتيجة وصول كتل هوائية شديدة الحرارة من الصحراء الكبرى الإفريقية، مع توقعات بانخفاضها انطلاقا من يوم الخميس القادم. هذاك علاش نحكيو على درجة حرارة تعتبر أعلى من الأرقام والمعدلات العادية. اليوم ليكار بارابور ألموين هو 10 درجات في مناطق الجنوب الغربي، على غرار توزر قبلي وين يتوقعوا يكونوا درجة حرارة قصوى باش تتجاوز مستوى 40 درجة. العباد الكل تسأل وقت باش تحي سخانه، هو اللي ان شاء الله باش يكونوا معنيين به بدايه من يوم الخميس، من نهار الاربعاء العشيه باش توصلنا كتل هوائيه نسبيا بارده، هذاك علاش درجه الحراره باش تنخفض بشكل تدريجي ايامات الخميس الجمعه السبت، وقتها نجم نقولوا كونه باش نقربوا لمستوى الارقام والمعدلات العاديه الفتره هذه. ليطرح السؤال، هل ان هذه الفتره استثنائيه بتسجيل ارقام قياسيه؟ عشنا وضعيات تمتاز بحرارة مرتفعة اللي هي تجاوزت مستوى 40 درجة على كامل البلاد، ما نبعدوش برشا في 2016 وين تم تسجيل أكثر من 5 أرقام قياسية في عدد من الولايات الغربية للبلاد كما بيجا جندوبة. كما أن كثرة التعرض لأشعة الشمس ينتج عنها مخاطر عديدة، ما دفع رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى شار نيكول فيتن زغلاوي إلى التأكيد على أهمية التوقي. المقتل هو الإنسان كي يقعد مثلا نهار كامل في الشمس، وهذه بالأخص عند صغيرات الأطفال، وبالأخص عند العبيد اللي جلدتهم فاتحة. كل ما إنسان جلدته فاتحة كل ما ينجم يتعرض بعد الخطر متاع الشمس، اللي هو ينجم يكون حروق جلدة تتحرق، ينجم يكون أورام يعطي نوع من سرطان متاع الجلدة. لازم نبعدوا على الوقت اللي يكون الشمس تكون قوية فيه برشا. وقت الشمس قوية ما بين 10 متاع الصباح والأربعة متاع العشاء مع المظلة، نجم نستعملوا المراهم، أما المراهم هذوما لازم نعرف كيفاش نستعملوهم، خاطر فما كمية لازم نستعملوها نحطوا شوية كينا ما عملنا حتى شيء. المفعول متاعهم بعد ساعتين ينقص، دونك كي نعاودوا نخرجوا بعد ساعتين لازم نعاودوا نحطوا منه. ومع ارتفاع درجة الحرارة في الأيام القادمة وبلوغها أرقام قياسية، يبقى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضروريا وخيرا من العلاج. الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنتين الاستشاريتين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية كانت محور لقاء الرئيس قيس سعيد العميد الصادق بالعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. اللقاء تطرق كذلك إلى اللقاءات التي تمت مع عديد الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة للمضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة. التقى الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومثل الوضع العام في البلاد محور اللقاء الذي أكد فيه أيضا ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة وضمان حقوق جميع الأطراف في إطار القانون. ارتكز تقرير وضع الطفولة 2020-2021 بالأساس على 6 محاور كبرى، أهمها الحق في التربية والتعليم والتكوين، والحق في الترفيه والثقافة والرياضة والتنشيط، والحق في الرعاية الصحية والمرافقة النفسية والإحاطة الاجتماعية. 11% من الأطفال لا يتمتعون بالمرحلة التحضيرية، في حين تشارف نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات 100%، لتنخفض النسبة لدى الفئة العمرية بين 12 سنة و 18 سنة بسبب الانقطاع والرفض النهائي. هي من بين النتائج التي خلص إليها التقرير الوطني حول وضع الطفولة 2020-2021. نسبة التمدرس في النسبة للتعليم الابتدائي أي سنة سادسة 99.6%، وهذا رقم جيد، ولو أننا نتساءل كما قلت عن 0.4%. تنامي عدد الأطفال الذين يرتدون رياض الأطفال، ولكن لا يزال هناك مشكل باعتبار أنه أكثر من 330 طفل في تونس اليوم ما بين أعمارهم تتراوح 3 سنوات إلى 5 سنوات هم خارج النظم المؤسساتية، رغم أنه ارتفع عدد الكتاتيب إلى 2000 مؤسسة تقوم بهذا الدور. يظل هناك مشكل فيما يسمى بالتربية ما قبل المدرسية، ونحن نشتغل على هذا الجانب بقوة. وفي هذا الإطار تحدثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن عدد من الإجراءات تم اتخاذها، ومنها الترفيع في عدد المستفيدين وفي اعتمادات الأطفال الذين يستفيدون من برنامج النهوض بالطفولة المبكرة. العدد كان سنة 2020 10,000 طفل مستفيد، في هذا العام تم الترفيع في هذا العدد بنسبة 50% ليصل إلى 15,000 طفل، وإلى حد الآن تم تسجيل 13,000 طفل
الطفل التونسي يستفيد من برنامج النهوض بالطفولة المبكرة. أيضا أطلقنا من نوفمبر الماضي برنامج الروضة العمومية ونحن مصرون على هذا البرنامج. انطلقنا منذ أكثر من شهر، قرابة الشهرين، في افتتاح رياض أطفال عمومية، كانت البداية والانطلاقة من معتمدية ذهيبة من إلى حدود موفى شهر سبتمبر. إن شاء الله سيتم افتتاح بشكل تتابعي قرابة 30 روضة عمومية. وقالت الوزيرة أن تقرير مندوبي حماية الطفولة يثبت أيضا كما جاء في هذا التقرير أن أكثر من 17 ألف إشعار يخص الأطفال، وأن 60% من هؤلاء الأطفال يواجهون الاتهام إلى فضاء المنزل، وهو ما يعني أن هذا الفضاء يشكو من نقص الأمن. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دعت أيضا إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال وخصوصيتهم في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى ممارسة التمييز الإيجابية مع قضايا الطفولة في مجالي الإعلام والبحث العلمي. خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عددا من كبار مسؤولي الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية، كما شاركت بودن في حلقة نقاش حول رسم مستقبل المساواة بين الجنسين والتي دعيت إليها كمتدخلة رئيسية. وبيّنت رئيسة الحكومة في مداخلتها المكاسب التاريخية والمتقدمة في مجال تمكين المرأة التونسية والمساواة بين الجنسين والارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية إلى مرتبة الشراكة. تتواصل أعمال اليوم الثاني من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي جمع هذا العام أكثر من 2500 مشارك بين القادة السياسيين ورؤساء الدول من جميع أنحاء العالم. مجموعة من اللقاءات عقدها الوفد التونسي مع كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى، من بينها لقاء ثنائي جمع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان بنظيرها الفلسطيني، أكدت خلاله على موقف تونس من دعم الشعب الفلسطيني. أكدت السيدة رئيسة الحكومة، أكدت موقف تونس الثابت لدعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم تونس للشعب الفلسطيني. كذلك كان لها لقاء مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، وكان لقاء تم التباحث فيه حول الوضعية الاقتصادية في تونس وسبل التعاون في هذا المجال وخاصة من الناحية التجارية. بودن رمضان وجهت دعوات لعدد من الشخصيات لحضور منتدى تونس للاستثمار في جوان المقبل. سيدة رئيسة الحكومة أنها يعني وجهت الدعوة للمديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي باش يحضروا في منتدى تونس للاستثمار اللي إن شاء الله باش يكون في تونس خلال شهر جوان المقبل. كما عقد الوفد اجتماعا مهما مع ممثلين عن شركة ميتسوبيشي للسيارات. مشاركة تونس في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تشكل فرصة استثنائية لتفعيل سبل الاستثمار وتنشيط الاقتصاد من خلال اللقاءات المباشرة للوفد التونسي بأصحاب القرار المشاركين في المنتدى. دينا أبي صعب، دافوس، التلفزة الوطنية التونسية. وعلى هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين بأنها لا تتوقع أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حظر نفطي ضد روسيا، وأضافت أن المفاوضات جارية مع دول الأعضاء. كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إنهاء تدريجيا لواردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام في معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بينما قد تحصل المجر ودول أخرى على مهلة زمنية أكبر. في الشأن العربي، الآن يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فمن المقرر أن يقدم أعضاء مجلس الأمن أكثر من إحاطة بهذا الخصوص، تليها مشاورات حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيقدم رئيس لجنة العقوبات في ليبيا إحاطة لأعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة. قالت السلطات الأوكرانية أمس الثلاثاء إن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت مرحلتها الأكثر نشاطا، حيث لا تزال القوات الروسية بعد 3 أشهر من النزاع المسلح تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في مدينتين على جانبي نهر سيفيرسكي دونيتس في شرق أوكرانيا. وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قتلت 14 مدنيا على الأقل وأصابت 15 آخرين أمس خلال هجمات واسعة في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بشرقي البلاد،
حيث تركز موسكو هجومها الأحدث. شهدت ولاية تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء اعتداء مسلحا خلف مقتل 14 تلميذا ومعلما في مدرسة ابتدائية في جنوب الولاية، وقد سقط القتل برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاما قبل أن تطلق عليه الشرطة الرصاصة وتقتله. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث تدور اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وسيحتضن ملعب الطيب المهيري مباراة نادي الصفاقسي والنجم الساحلي، بينما يلتقي يوم الخميس الاتحاد المونستيري في ملعبه الترجي التونسي، ويتقابل النادي الإفريقي بملعب رادس مع اتحاد بنغرد. بهذا إذن تنتهي النشر، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. الإمارات تعلن رصد أول إصابة بجدري القردة بعد اكتشاف حالات في عدد من الدول، وفي النشرة كانت لنا توضيحات حول هذا المرض النادر. التقرير الوطني حول وضع الطفولة يكشف إخلالات عدة أبرزها الانقطاع المبكر عن الدراسة وتخلف عدد من الأطفال عن المرحلة التحضيرية. في اليوم الثاني من مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيسة الحكومة نجلاء بودين تلتقي عددا من مسؤولي الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.